بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجدد اللقاء بكم في الفيديو الثاني من مادة لغتي اللغة العربية المدرسة العالمية الباكستانية بالطائف، طلاب الصف الخامس ابتدائي بنين وبنات. نبدأ درسنا لهذا اليوم. طيب، افتحوا لي على صفحة 33، آخر صفحة وقفنا عليها في الفيديو السابق. نظرا لضيق الوقت فهنمشي في المنهج سريع سريع إن شاء الله، بس هنشرح كل شيء. عندنا صفحة 33، نبغى نقرأ النشيد اللي قدامنا قراءة سريعة. اقرأوا معايا. حفظ الحقوق. أقسمت بالصمد والواحد الأحد ألا تكون يدي حربا على بلدي، والله معتمدي، لن أفسد السكن والملبس الحسن والمال والوطن بالحقد والحسد، والله معتمدي، لن أتلف الشجر والزرع والزهر أو ألحق الضرر بالطائر الغرد، والله معتمدي. النشيد اللي أمامنا يتكلم عن حفظ الحقوق، يعني أقسم الشاعر في بداية النشيد بالله بالصمد والواحد الأحد أنه ما يخرب وطنه، وأنه ما يرفع يده على وطنه، والله هو معتمدي، ولا يفسد السكن والملبس الحسن والمال والوطن بأن يحقد أو يحسد، والله سبحانه وتعالى المعتمد، ولن يتلف الشجر والزرع والزهر أو نلحق الضرر بهم أو نلحق الضرر بالطائر الغرد، بالطائر الذي يغرد في الشجر والزرع والزهر. يعني النشيد يتكلم عن حفظ الحقوق، حفظ حقوق البلد اللي نعيش فيه، حفظ حقوق السكن والملبس، حفظ حقوق الشجر والزرع والزهر والطائر. يعني يجب علينا أن نحفظ الحقوق، مظبوط؟ لا تكتب عليه حفظ غيب ولا واجب في الدفتر. افتحوا لي على صفحة 34. زي ما قلنا لكم قاعد نمشي سريع عشان الاختبارات حق الترم الأول، نحن المدرسة الباكستانية شوية قريبة. طيب، صفحة 34 كمان نقرأ النشيد اللي فوق. الفتاة المسلمة، اقرأوا معايا. أنا الإسلام أدبني وبالإيمان كرمني، فعشت العمر هانئة بعيدا عن لظى الفتن، بإسلامي سمت روحي وصنت بشرعه بدني، كتاب الله لي نور بفيض منه يغمرني. الشاعر مصطفى عكرمة. تعالوا نقرأ المعجم المساعد عشان نشرح النشيد. لظى الفتن يعني نار المعاصي. المروءة ألا تفعل في السر أمرا وأنت تستحي أن تفعله جهرا. يعني النشيد عن الفتاة المسلمة، تقول الفتاة أنا الإسلام أدبني الإسلام، ونحن تكرمنا بالإيمان، فنحن الفتاة المسلمة تعيش العمر كله بالهانئة بعيدا عن نار المعاصي، يعني تسمو روحنا بالإسلام ونصنو ونفسنا به بالشرع البدني. كتاب الله لي نور، القرآن الكريم طبعا نور لنا ولجميع المسلمين، بفيض منه يغمرني، يعني يغمرنا كتاب الله تعالى بالنور. فالحمد لله أننا نحن نعيش في بلد مؤمن وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام. الإسلام نعمة عظيمة جدا. الوفاء. إن الوفاء محبب وله المروءة تنسب، يبقى الوفي على المدى مثلا جميلا يضرب، ويظل بين رفاقه شمس الضحى لا تغرب. يعني لازم يكون الشخص وفي في حياته. إن الوفاء محبب، يعني الشخص الوفي يكون محبب دائما في حياته، وله المروءة تنسب. أكيد إذا الشخص كان وفي يكون مروءة، في له صفة المروءة. إيش يعني المروءة؟ يعني انت الشيء اللي تستحي منه تسويه قدام الناس، هذا الشيء اللي تستحي منه في السر، هذا هو المروءة. يبقى الوفي والآدم على المدى مثلا جميل يضرب، يعني اذا كنت شخص وفي الناس يضربوا لك الامثال، يقول شوف فلان ليش ما سويت زي فلان، عسى تكون زي فلان. ويظل بين رفاقه شمس الضحى لا تغرب، يعني الوفي اذا غاب عن اصحابه يستفقدوه. فلازم نحن نكون جميعا اوفياء في حياتنا، مظبوط؟ كمان النشيدين هذول لا تكتب عليه لا حفظ ولا واجب،
بعدين إن شاء الله في الأخير قبل الاختبارات بعدين نحدد لكم النشيد اللي يجي في الاختبار، وكل شيء يتحدد بمشيئة الله. افتحوا لي على صفحة 35، نقرأ: ثامنا، أبحث وأكتب. ألف: أستعين بمصادر مختلفة، صحف، مجلات، كتب، موسوعات، الإنترنت، برامج الحاسوب، لأجمع مقتطفات عن خلق من الأخلاق الإسلامية، آيات، أحاديث، حكما، أمثال، أبيات شعرية. ب: أكتب ما جمعته، مكتب ما جمعته في ملف تعلمي. هذا اختياري للطالب، إذا تبغى تسويه سويه، ما تبغى تسويه اختياري لك. إلين دحين دروسنا أو الدرس اللي بديناه في هذا الفيديو قراءة، إلين دحين ما بدأنا في الكتابة. طيب نقرأ النموذج. اقرأوا معايا: مقتطفات عن خلق الصدق. عندنا مقتطفات تتكلم عن الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله سبحانه وتعالى بأن نتقيه وأن دائما نكون مع الصادقين، دائما نصدق ونكون من الصادقين ونكون مع الناس اللي يصدقوا. وقال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد وكان رسول النبي، يعني إسماعيل عليه السلام كان رسول النبي وكمان كان صادق الوعد، يعني يصدق في وعده. فلنا في أصحاب رسول الله قدوة حسنة، لازم نقتدي بهم. طيب اللي بعده: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. رواه أحمد رقم 1723. الحسن حفيد رسول الله بن علي رضي الله عنهما قال إنه حفظ من الرسول، قال: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، يعني اترك الشيء اللي ما تفهم له عشان تفهمه بعدين، عشان لا هو بعدين الشيء اللي ما تفهمه يخليه كده تائه. فأصدق في قولك، لأن صدق الطمأنينة. دائما في جميع المواقف إذا كنت صادق فأنت في قلبك مطمئن. والله لو يعني إن شاء الله تكذب كذبة صغيرة بس تكون ما أنت مطمئن، يعني لو صار مصيبة عظيمة وانت لو صدقت بإذن الله راح تنجي، يعني تنجي نفسك لأنك صادق وانت مطمئن في قلبك بأنك صادق. والعكس كذلك، يعني لو كذبت كذبة بسيطة يعني والأمور مشيت، بس انت في نفسك حتكون غير مطمئن. فأبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، أنصحكم وإياي بأن نكون صادقين دائما، أولا مع أنفسنا، ثانيا مع الناس. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يعني الصدق يهدي إلى البر، البر يهدي إلى الجنة، مصير الصادق الجنة. الرجل يصدق يقول الصدق يقول الصدق، بعدين الله سبحانه وتعالى يكتب عنده الرجل الصادق صديقة، سواء رجل امرأة صادق، يعني شخصية صادقة. والعكس صحيح، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، مصير الكاذب النار. فالرجل هنا بمعنى الرجل، المرأة، يعني جميع الشخصيات كائنا من كان، رجل امرأة، رجل ولد، بنت، فتاة، يكذب أو تكذب بعدين يكتب عند الله كذابة، يعني إن تكون شخصيتك الكذاب. إذا كنت صادق الناس يعرفوك أنك الصادق الأمين، وإذا كنت كذاب أو كذابة فالناس يعرفوك أن الشخص هذا كذاب. فدائما وأبدا يجب علينا أن نتحلى بالصدق، نتحلى بالصدق. طيب صفحة 36، ورد في مقامات الحريري: عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغي رضا المولى فأشقى الورى، من أسخط المولى وأرضى العبيد. يعني دائما قول الصدق، حتى لو كنت في مصيبة عظيمة قول الصدق، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيك بنيتك. وقال الماوردي: عود لسانك قول صدق تحظى به، إن لسان لما عودت معتاد. يا سلام، لازم علينا، أنتوا دحين صغار، عودوا نفسكم على الصدق، عشان إذا عودت نفسك على الصدق دائما تقول الصدق، عمرك ما تكذب. إذا من دحين تعودتوا على الكذب فعمركم تكذبوا بعدين، تتعودوا على الكذب. لسانك حصانك، إن صنته صانك، إن خنته خانك. اللسان إذا تعودت تقول الصدق فأنت صديق على طول، صادق، الناس يصدقوك يعرفون أنك صادق. والعكس صحيح، إذا كنت كذاب أو شخص كذاب
فالناس يعني الناس ينفروا منك، يروحوا من عندك، يقول الشخص هذا كذاب ما نثق به. فدائما وابدا لازم نتحلى بالصدق، قول الصدق دائما، الصدق ينجيك ترى. طيب سؤال 9، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. حطوا عليه صح، اكتبوه واجب في الكتاب، مرة سهلة جدا، واجب في الكتاب. تحلونه بالمرسم بالقلم ما في مشكلة. أعود لأحد كتب التفسير ليجيب عن الأسئلة الآتية: أول شيء تقرون الآية، بعدين الآية القرآنية التي أمامكم في له 3 أسئلة. السؤال الأول: من الذي يصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف؟ تكتبون الجواب، الجواب مرة سهلة أكيد جاء في ذهنكم دحين. السؤال الثاني: على ما يدل ذكر هذا الوصف في القرآن الكريم؟ واضح. السؤال الثالث: ما الذي يفيده وجود إن في بداية الآية الكريمة؟ أتمنى من جميع الطلاب والطالبات الاهتمام في حل الواجبات، أنا إنسان حريص جدا في الواجبات. طيب عندنا صفحة 37 محذوفة، 38 نص الاستماع محذوفة، 39 محذوفة، 40 محذوفة. افتحوا لي على صفحة 41، افتحوا لي على صفحة 41 نقرأ الآيات. اليوم كل درسنا قراءة، أنتم ملاحظين؟ نقرأ الآيات. نص الفهم القرائي: أخلاق المؤمنين. قال الله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. طبعا في البداية نسيت أقول أعوذ بالله، فالواحد قبل قراءة القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذه الآيات من سورة الحجرات من آية 10 إلى 13. الآية أو الآيات اللي أمامنا يتكلم عن أخلاق المؤمنين، يعني الله سبحانه وتعالى يقول المؤمنون أخوة، إذا شفت في يعني مسلمين يعني متزاعلين أصلحوا بينهم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين من لا يسخر، يعني لا يستهزئ أحدكم من الآخر، أو الاستهزاء ممكن بالقول أو الاستهزاء بالعمل، اتركوا الاستهزاء عسى أن يكونوا خير من النساء من النساء، عشان يعني لا يستهزئ الرجل من رجل أو المرأة من أرأة، يعني لا تستهزئوا ولا تسخروا بالقول أو العمل من بعضكم. طيب ولا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا بالألقاب، يعني لا أحد يقول الثاني أنت كذا وأنا أكبر منك كذا، هذا الأشياء ممنوعة. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يخاطب بعضكم بعضا بما يكره من الأسماء. في بعض الأشخاص ينادون الأشخاص الآخرين بأسماء بألقاب يكرههم، هذا شيء ما يجوز. الدليل الآيات القرآنية التي أمامنا. طيب وكمان عندنا من أخلاق المؤمنين أن يترك الظن، الظن إثم. ولا تجسسوا، يعني لا تتبعوا أسرار الناس ومعايبهم، يعني لا تروحوا وراء الناس تسمعوا أخبارهم تنقل أخبارهم أو تتجسسوا على الناس، هذا شيء ما يجوز.
ولا تغتابوا بعضكم، يعني في القرآن مكتوب ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني لا يذكر أحدكم عيوب غيره في غيبته. يعني شخص عنده عيوب تجي عند شخص ثاني تتكلم عن عيوب الشخص، هذا لا يجوز. هذا مثال كأنك تأكل لحم أخيك ميت، يعني تأكل لحمه وهو ميت. شفت كيف؟ يعني شيء القرآن منعه أن نسويه. الغيبة، الغيبة أنك تقول عيوب شخص أمام شخص آخر. تعرف القرآن إيش أعطانا مثل؟ أنك تغيب شخص كأنك قاعد تأكل لحمه وهو ميت. يو الله، كيف يعني لحم إنسان هو ميت؟ يعني اترك الغيبة. إن الله تواب رحيم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر، الله سبحانه وتعالى خلقنا من ذكر وأنثى، والله سبحانه جعلنا شعوبا، جعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا. شعوبا يعني شوف آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية. يعني الله سبحانه ليش تعالى خلقنا قبائل وشعوب؟ عشان نتعارف، نتعارف الثقافات. يعني لازم الواحد يحاول يكسب صداقات. اترك عنك الغيبة والنميمة والأشياء اللي مو كويسة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني الشخص المؤمن والتقي هو عند الله أعلى وأحسن من الشخص الثاني. يعني شخص عنده ملايين، عنده سيارات وغني، ولكن ما يعبد الله ولا شيء. أما الشخص الثاني فقير عايش على قد حاله ويعبد الله ويتقي الله، صدقوني أن الشخص الفقير هذا عند الله سبحانه وتعالى درجاته أعظم من الشخص الغني. ليش؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني الشخص المتقي اللي يعبد الله ويكون أخلاقه حسنة وما يسوي أشياء، ما يغتاب الناس ولا يتجسس على الناس ولا يسخر من الناس، صدقوني أنه هذا الشخص عند الله سبحانه وتعالى أحسن من الشخص الغني اللي ما يعبد الله ويتبع عورات الناس. وهكذا نقرأ المعجم المساعد: لا يسخر، لا يستهزئ بالقول أو العمل، لا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يخاطب بعضكم بعضا بما يكره من الأسماء، لا تجسسوا، لا تتبعوا أسرار الناس وما عيبهم، لا يغتب، لا يذكر أحدكم عيوب غيره في غيبته. طيب يا أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، حتزعلوا بس يلا معلش عشان الواجبات مهمة جدا. أنا أعطيكم كل يوم إن شاء الله واجب في الكتاب واجب في الدفتر، حلوا على كيفكم ما في مشكلة. أنا إنسان إن شاء الله سمح، يعني ما أكون شديد مرة، أهم شيء بس حلونا الواجبات يوم يومين ثلاثة. أكتبوا صح هنا وهنا، حطوا إكس، أكتبوا واجب في الدفتر. طبعا معاني الكلمات تبغون تكتبونه، يا سلام أنبسط. إذا ما تكتبونه كمان ما في مشكلة، أهم شيء تكتبون الآيات بالحركات، بدون حركات شيء رجالك. تبغى تكتب بالحركات كان بها، ما تكتب بالحركات كمان مقبولة. آخر صفحة ناخذه لهذا اليوم صفحة 42، وخلاص بعدين نوقف صفحة 42. أولا استمع ثم أتلو الآية الآتية تلاوة مجودة، يعني نقرأ بالتجويد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. نسينا نقول أعوذ بالله، يلا نعيد من جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طبعا قرأنا بالتجويد. ثانيا أرتل الآيات ولا أنطق ما لون بالأحمر. عندنا خمسة آيات يعني مكتوبة خمسة أسطر، نقرأها بس اللي باللون الأحمر ما نقرأها. إنما المؤمنون إخوة، ليش ما قريناها؟ هنا همزة وصل، يعني الألف اللي في بداية الأل القمرية ما قريناها. ولا تنابزوا بالألقاب، طبعا الألف اللي في بداية الأل القمرية كمان ما قرأناها. إن بعض الظن إثم، الألف اللي بداية الأل الشمسية. واتقوا الله، الألف اللي بداية الكلمة بعد الواو ما قرأناها. فأولئك هم الظالمون، تقريبا الألف اللي بداية الأل الشمسية ما قرأناها.
أنمي لغتي. واحد، أبحث في النص القرآني عن ضد الكلمات الآتية وأكتبها. طيب، أبحث في النص القرآني عن ضد الكلمات الآتية وأكتبها. طبعا شرا الكلمة اللي ضده في الآية القرآنية، خيرا نعمة، بئس طبعا احنا طلعناها من الآيات القرآنية، اليقين ضده الظن، أجر إثم. ثانيا، أعطي اسما لكل مجموعة مما يأتي، السخرية، اللمز، التنابز، هذا إيش؟ صفات سيئة. التقوى، الإصلاح، التعارف، صفات حسنة. طيب، هذا ما لدينا لهذا اليوم. الفيديو الثالث إن شاء الله نبدأ من صفحة 43. لا تنسون واجب الكتاب، ولا تنسون واجب الدفتر، ولا تنسون تراجعون الدروس اللي أخذناها من بداية الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.